أقامت سفارة دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 62 ويوم التحرير 32 لدولة الكويت الشقيقة بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في مملكة البحرين. هذا وأكد حضور الحفل على أن العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة مستمرة بالنماء والتطور المستمر بما يتماشى مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه. كويت المحبة والعطاء، كويت العزة والكرامة، تحتفي بعيدها الوطني المجيد وذكرى التحرير بمشاعر وطنية صادقة شاركهم بها أبناء البحرين، مؤكدين على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات فريدة ووطيدة ضاربة جذورها في عمق التاريخ. احتفالاتنا الوطنية مصدر عز وفخر وذكرى غالية على قلوب الكويتيين جميعا، نستذكر أمجاد الماضي وروعة الحاضر وجمال المستقبل إن شاء الله. العلاقات الكويتية البحرينية مستمدة من تاريخ راسخ تتوارثه الأجيال بين البلدين والشعبين الشقيقين، علاقات يعود إلى ما قبل البدء بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تزداد كل يوم متانة على أساس الدم الواحد والأسرة الواحدة والمصير المشترك. المملكة البحرين تحظى بمكانة خاصة في قلوب الكويتيين لما يربطنا من علاقات أسرية وثقافية واجتماعية وتنسيق وتعاون مشترك في القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية. نهنئ دولة الكويت قيادة وشعبا باليوم الوطني المجيد لدولة الكويت، واللي في الحقيقة الاحتفال به هنا في مملكة البحرين احتفال مميز، التفاف شعبي كبير في هذه المناسبة وهذا الحفل اللي أقامته السفارة الكويتية مشكورة، وتوافد له الكثير من البحرينيين بكل حب وبكل مشاعر صادقة لتبريك لإخوانهم في دولة الكويت، والحمد لله نشوف مظاهر المشاركة الشعبية في هذه الاحتفالات في مملكة البحرين في قطاعات متعددة، ووزارة الإعلام أيضا تقوم بمجهودات الاستعداد لليوم الوطني والاحتفال مع أخواننا الكويتيين بكل مشاعر صادقة. احتفال سفارة الكويت في مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وذكرى التحرير يؤكد على ما يجمع البلدين من توافق وانسجام كبير وتوائم لطالما أكد عليه قادة كلا البلدين الشقيقين، وما هذا الجمع الغفير إلا شاهد على مكانة الكويت ورمزيتها في قلوب البحرينيين. في اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة نبارك للأخوة والأشقاء في الكويت الشقيقة هذه المناسبة السعيدة، ليست فقط على الشعب الكويتي وإنما على الشعب البحريني والشعب الكويتي والشعب العربي لما تمثله الكويت من أهمية وحضور في المشهد السياسي والعربي والمشهد التضامن العربي، ونتمنى للكويت كل الخير والازدهار والتقدم. أهنئ القيادتين الرشيدتين مملكة البحرين ودولة الكويت على أعياد دولة الكويت، إن شاء الله دائما تكون أعياد سعيدة، وباختصار نقول الكويت هي البحرين والقلب واحد، كل عام وانتم بخير. ذاكرة منطقتنا السياسي والدبلوماسي يشهد على مكانة دولة الكويت الشقيقة وإرثها العريق في مد جسور المحبة وبناء الدولة الحديثة بكل ما تحمله من معان جسدها أبناء الكويت ازدهارا وتقدم وواقعا ملموسا ينعم به الجميع. احتفاء بالأخوة واعتزازا بالماضي العريق تحتفل البحرين باليوم الوطني المجيد لدولة الكويت الشقيقة اعتزازا بالمحبة الصادقة التي جمعت البلدين والشعبين الشقيقين. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.